صورة ثابتة بدقة كاميرا 108 ميجا بيكسل وصورة ثابتة أيضا بدقة الكاميرا العادية اللي كل الناس رح يصوروا فيها. مثل مشافين بصراحة تفاصيل ولا أروع من هيك. أما بالنسبة لتصوير الفيديو حاليا عم بصور فيديو بدقة 4K 30 فريم ضمن إضاءة الاستديو. نعم هي إضاءة جيدة لكن أكيد مو مثل إضاءة يوم تكون عم تصور بالخارج. اللي عم بشوفها بصراحة عم تعطيني دقة جميلة. بتجربة الألعاب بالنسبة لببجي الأمور كانت سلسة وجميلة جدا. يا أخي تصميم الهاتف عاجبني بصراحة ودمج الكاميرا بهذا الشكل مع الجسم والحواف يعني اللي بتسهل المسك مع شاشة مسطحة رهيب. كل مرة نعيد نفس الموضوع. أفضل شاشات للتجربة هي شاشات سامسونج بتعطينا كل شيء احنا محتاجينه. اصدقائي اللي شفتوه هو عبارة عن شيء بسيط جدا من التجارب والمواصفات اللي موجودة بهاتف سامسونج A73. بصراحة هاتف رهيب يعني مواصفات جميلة عجبني هذا الجهاز. خلينا نحكي بهذا الفيديو عن مواصفاته وعن خمس اسباب بتخلي هذا الهاتف هو هاتفك القادم والتفاصيل بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو لنحكي فيه عن واحد من الهواتف المتميزة بعالم هواتف سامسونج، بل خلينا نحكي هو أقوى هاتف فئة متوسطة عن سامسونج حاليا من الهواتف الجداد اللي تم إطلاقهم A73. شو بيميزه؟ نحكي بداية أصدقائي عن تصميم هذا الهاتف اللي بيجي بتصميم ما كثير بتحسه مختلف عن السنوات السابقة لكن في تحديثات عليه جميلة. فبداية شايفين احنا الحواف، هاي الحواف يعني ما فيها التفافات فبتريحك من ناحية المسك. الهاتف ضخم يا جماعة لكن التصميم تبعه بصراحة، ونحكي الحواف الضيقة من داخل الشاشة بتعطيها الشاشة الكبيرة وبتعطيك سهولة المسك. شو بيجي معنا عن الهاتف؟ فمن الأعلى ما في عنا غير مدخل السيم كارد. من الجهة اليمين عنا خفض الصوت ورفع الصوت وزر الباور، من الجهة اليسار ما عنا شيء، أما من الأسفل فعنا مدخل التايب سي والسماعات. طيب يعني عصير السماعات كونه عشت تجربة جميلة فالهاتف بيجي بسماعات ستيريو أتموس دولبي، يا سلام شيء مرتب. أما بالنسبة لتصميم الهاتف من الخلف فحكينا الطريقة اللي عاملين فيها دمج الكاميرا مع الجسم جاية جميلة جدا. شايفين بيجي معنا بأربع كاميرات وعنا الفلاش، يعني هذا تصميم الهاتف. أما ننتقل للمميز الجميل اللي بنبدأ فيها عطول واللي هي الشاشة يا جماعة. عم نحكي هون عن شاشة بحجم 6.7 إنش، تردد 120 هيرتز، سوبر أموليد 800 نتس كسطوع وإضاءة. يعني شاشة الكبار الأجهزة الفلاجشيب العالية موجودة هون بدون أي مشاكل. ما نحكي كثير عن الشاشة لأنه أفضل تجربة محتوى أفضل تجربة ألعاب رح تأخذها بهذا الهاتف 6.7 إنش يا جماعة، شاشة عملاقة تعتبر. بنفس الوقت إحنا عم نحكي عن شاشة مسطحة فما في عندي انحناءات فسهولة المسك والتعامل معها قدمت لنا تجربة منيحة. ما عنا من الأمام غير هاي الكاميرا اللي بتيجي بأعلى الشاشة اللي تعودنا أنه ما عم تعمل عندي هالتشويش من ناحية مشاهدة المحتوى فبتفرع المحتوى وأنا مرتاح. طبقة الحماية على هذا الهاتف هي غوريلا جلاس 5، بيجي بمعيارية مقاومة المياه والغبار الـ IP67. مو أعلى معيارية لكن يمكن الاعتماد عليها لأنه ما عندك مشكلة من ناحية المياه طرطشة أو حتى تنزله بالمي وأكيد الغبار. التحديث الثاني اللي جاء في هذا الهاتف هو المعالج، فبيجي بمعالج سناب دراجون 778 جاي بمعيارية 6 نانومتر بالإضافة لدعمه للـ 5G. أما بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائية عنا 6 وعنا 8 والمساحات التخزينية عنا 128 و256 50 واكيد ممكن توسعتها من خلال الاس دي كارد لحد 1 تيرا. طيب هل هالمجموعه وهالتجميعه كلياتها من المواصفات بتعطينا تجربه ولا اروع منها؟ خلينا نروح على تجارب الاداء اللي راح تصير تشوفوها كل مره على هذا الهاتف. اختبارات قاسيه راح يطلع له هذا الهاتف. فالبدايه نحكي عن تجربه الالعاب. لعبه ببجي يا جماعه ما كان في عليها اي مشاكل، الامور كانت ماشيه، عم نلعب بدقات عاليه، الامور سلسه، الوان جميله، ما في عندي ارتفاعات بدرجه الحراره. بعد اللعب ساعات طويلة لاحظت ارتفاع بيكون بدرجة الحرارة بمنطقة الكاميرا فقط، فما بيأثر على المسكة ما بيأثر على الأداء أبدا، شيء طبيعي أي هاتف عم تلعب فيه يوصل درجات حرارة عالية لكن مو مؤذية ولا أنه بتترك الجهاز، فكان وضع جدا طبيعي. على اللعبة الثانية اللي عم بحكي عنها بشكل مستمر واللي هي جنشن، لعبة يا جماعة يعني بتستهلك من الجهاز بشكل كبير، لكن هون شفتها بصراحة عم تمشي ما عندي مشكلة. مو أعلى دقة عم بلعب فيها لأنه أكيد أعلى دقة بتحتاج ل يعني خلينا نحكي الاس 22 الترا او الاس 22 بلس لحتى تمشي الامور يعني طبيعيه جدا، لكن ومع هيك
لتلعبها بدون أي مشاكل. نروح الآن لاختبارات الجيك بنش ونشوف الأرقام اللي راح تطلع معنا. وبصراحة فاجأني هذا الهاتف والمعالج بالأرقام اللي فيه. بالنسبة لاختبار الجيك بنش 5 مش الاختبار بكل سلاسة وبدون أي مشاكل وعطانا نتائج جميلة. فعلى السنجل كور كان الرقم 777، أما على المولتي كور فكان الرقم 2885، وبصراحة تعتبر هاي النتائج عالية. أما بالانتقال لاختبار 3D Mark وتحديدا اختبار الوايد لايف اكستريم، هذا الاختبار بضغط الهاتف لأبعد الحدود، بيستهلك يعني كل الموارد اللي فيه سواء كان من معالج من ذواكر أو من حتى معالج رسوميات، ومثل ما مكتوب بالمواصفات أنه بيشغل فيديوهات بدقة 4K. فكانت النتيجة النهائية 693، يعتبر سكور جيد على هيك هاتف، ولو قارناه مع باقي الهواتف رح نشوف له ترتيب جيد. لكن الأهم من هيك أنه الطريقة اللي مشي فيها الاختبار كان بدون مشاكل وما في عندي ارتفاعات عالية بدرجات الحرارة. الآن أكيد واحدة من الأمور اللي بتميز فيها هذا الهاتف هي الكاميرات، فبيجي مزود بواحدة من أقوى كاميرات سامسونج واللي هي الكاميرا الأساسية جماعة 108 ميجا بيكسل. الآن بعرف الأرقام كبيرة بس لازم نحكي إحنا وقائع ونحكي تجارب. كاميرا 8 ميجا بيكسل يا جماعة هي كاميرا للتصوير الثابت، رطينا أبعاد محددة للتصوير 4-3. ليش سامسونج بتختار هذا الشيء واللي هو أفضل يعني قياسات للتصوير للسوشيال ميديا؟ فإذا أنت بدك تصور صور بدقة عالية وتحطها على السوشيال ميديا وما تخسر هذا الشيء، صور بكاميرا 8 ميجا بيكسل. روحوا عندي على الانستغرام، هاي الحساب موجود على ظهر أمامكم، شوفوا الصور اللي راح أنزلها من هذا الهاتف. بصراحة أعطاني تجربة صور ألوان وعم تشوفوهم مجموعة منهم ولا أروع من هيك. باقي الكاميرات عنا كاميرا الزاوية العريضة واللي بتيجي بدقة 12 ميجا بيكسل، وعنا كاميرا عمق وكاميرا ماكرو كل واحدة فيهم 5 ميجا بيكسل. بنحصل بهاي المجموعة من الكاميرات على تجارب جميلة يا جماعة. فكاميرا الزاوية العريضة بهذا الهاتف يا جماعة عريضة، يعني عريضة، مو انه والله كاميرا الزاوية عريضة هيك، لا فعلا مجال فيها واسع بالتصوير فبعجبني. وفئة الاي على فكرة بتتميز بهذا الشيء، حتى كانت بالسنوات الماضية نفس الفكرة تعطينا يعني زاوية واسعة جدا مع بعض التشوهات اللي على الجنب، فبتعطيك انطباع الفيش آي، فهذا اللي بيحبوا هذا المنظر بصراحة جميل. فالتصوير الخارجي، تصوير المناظر، تصوير المدن بصراحة تجربتها جميلة جدا. الآن بهاي الكاميرا، وأنا بصراحة سعيد جدا أو بترتيب الكاميرات هذول، استغنوا عن كاميرا الزوم فما راح نكون هون موجودة، بصراحة ما بعرف مين بيستخدمها. أما كاميرا الماكرو فراح أعمل تجربة معكم مباشرة ونصور فيها، كيف تعرفوها هاي النفاضة فراح أصور فيها، ومع أنه أبيض على أبيض شوي صعب، راح أروح لهون أحاول أني أصور صورة قريبة، بحط لكم تفاصيلها وتشوفوها مثل ما عم تظهر أمامكم. يعني رغم أني قربت بشكل منيح لكن حافظت على تفاصيل جميلة، وراح نحط أكثر صور لها. فأنا شخصيا بحب تصوير الماكرو، بتعطينا يعني مناظر إحنا جميلة ما ممكن نميزها بالعين. أما كاميرا الدبث فهي بتساعدك أكيد على الحصول على صور البورتريت الجميلة. تصوير الفيديو بهذا الهاتف بوصل لحد 4K 30 فريم، لأن شيء يعني بصراحة جميل أكثر واللي هي الكاميرا الأمامية بهذا الهاتف. الكاميرا الأمامية هم تيجي 32 ميجا بيكسل، وبتعطينا من ناحية تصوير أكيد موضوع عنا الزاوية العريضة والزاوية الطبيعية. هذا الهاتف كونه فئة الاي هي عطول موجهة للشباب، فبرفعوا من قدرات الكاميرا الأمامية بشكل كبير. فالكاميرا اللي هون هي تقريبا نفسها، عم بشوفها أنا من اللي شفته وجربنا، هي نفس الكاميرا الموجودة على هواتف ال 22 S22، هناك أعلى شوي من ناحية الفيديو، فهناك توصل ل 60 فريم، هون 30 فريم. خليني أعمل تجربة معكم مباشرة. الآن عم نصور بكاميرا الفيديو الأمامية ب 4K 30 فريم. طبعا أنا عم بشوفها بتعطيني ألوان جميلة وتجربة حلوة بصراحة، لكن بنفس الوقت أنا لو عم بصور برا بظروف الإضاءة الأفضل اللي هي الشمس رح تكون شيء جميل، وأكيد رح نحط لكم شوية لقطات. فيا جماعة إحنا هيك يعني حكينا عن أهم الأمور اللي ممكن أنت تشوفها من ناحية تجارب هذا الهاتف، لكن المواصفات بصراحة ما بتتوقف وهي ليش بعدها موجودة. فممكن الآن ننتقل للحديث عن البطارية بهذا الهاتف. بيجي ببطارية 5000 ميلي أمبير، هذا الشيء موجود بهواتف سابقا كان الفئة الاي، هون برجع بتكرر لكن مع معالج أفضل وشاشة أفضل، فبالتالي يوم عمل كامل بدون أي مشاكل. نعم الشحن 25 واط، الشحن السريع تبع سامسونج ما وصلنا لأعلى من هيك، يعني بتمنى أكيد بالقريب العاجل نبلش نشوف ال 45 واط هون يصير، بصراحة بناخد تجربة رهيبة. الشاحن مو بالعلبة،
يعني هذا الشيء بدنا خلاص تصير يعني نواجهه واقع يعني أمامنا، يعني بدنا نحط ببالنا هذا الموضوع. من الأشياء اللي بتميز هذا الهاتف إنه هذا راح يتلقى تحديثات كمان لحوالي 4 أو 3 سنين للأمام، بيجي بأحدث واجهة تشغيلية من سامسونج اللي هي One UI 4.1 أو 4.1، نظام أندرويد الأحدث 12. فأنت خلاص يعني مواكب، خلينا نحكي كل التحديثات وتطويرات، تحديثات أمنية، أي تغييرات راح تصير راح تكون هون أمورك. طيب من ناحية فك القفل بهذا الهاتف، وبيجي بالبصمة تعودنا عليها من سامسونج النسخة الجديدة والحديثة، ففي عنا سرعة عالية من ناحية فك البصمة. لأن الأشياء اللي تمنيتها توصل لهذا الهاتف بشكل أسرع واللي هي تحديث منفذ اليو اس بي، فهو هون يو اس بي سي الموجود تايب سي هو من 2 جنريشن أو اليو اس بي تايب سي 2. ليش بحب ناخذ النسخ الجديدة؟ بحيث أنه نروح لموضوع الدكس بطريقة أريح، وأكيد مستقبلا ببلش تعطينا طاقة أفضل. يعني هاي أصدقائي كانت معظم المميزات وأهم مميزات والأسباب اللي بتخلي هذا الهاتف يعني هو هاتفك المستقبلي. نحكي عن فئة متوسطة، يعتبر طبعا فئة متوسطة العالية مو الاقتصادية، ننتبه لهذا الشيء. فهو مو اقتصادي، مو بالمواصفات ولا حتى بالسعر، فالهاتف بيجي بسعر تقريبا $500 حسب الدولة اللي انت فيها، ممكن يزيد ينقص. صفقة تعتبر جيدة اذا ما معك الـ A72 وحاب تروح لعند سامسونج وتشوف الفئة المتوسطة، هذا يعتبر يعني من الهواتف الخيار جيد. نحكي احنا عن حكينا شاشة كبيرة، عن تصوير، كل شيء بيخطر ببالك موجود بهذا الهاتف. بيجي بمجموعة من الالوان، انا يعني اقل شخص بيحب اللون الأسود على الهواتف بصراحة، لكن هون اللون الأسود فعلا متميز. في عنا ألوان ثانية جميلة جدا، سواء كان أبيض أو مجموعة الألوان اللي راح نشوفها مقدمة هذا الهاتف، أنت بتختار من كل هاي الخيارات الواسعة. آخر شيء بدي أحكي عنه من ناحية هذا الهاتف كوزن، بصراحة عم بحسه أخف من الـ A72، فهذا الشيء بيريحني من ناحية المسك بصراحة. ما بعرف هل هن شو مخففين من المواد المستخدمة فيه، مبتكرين شيء غريب ما بعرف بصراحة، لكن الجهاز أخف. أصدقائي هذا كل شيء كان عن هاتف الـ A73، تجربتي معه كانت جميلة مرضية، بتمنى أني أشوف هذا الهاتف بسعر أقل. يعني لو كان بتراوح سعره بين $400-$450 بتكون واحدة من أفضل الصفقات حاليا بالسوق، لكن يعني هذا هو وضع العالمي لأسعار الهواتف، فإن شاء الله تنزل سعر يعني ينزل سعره بالأيام القادم. اكتب لي رايك بصندوق التعليقات، اي اسئله عن هذا الهاتف حاب تعرفها انا ما ذكرتها من خلال التجارب الكبيره اللي عملتها عليه. واكيد لا تنسون اصدقائي باستمرار من مشاركه الفيديو مع اصدقائكم، في حال عجبك واكيد لايك، واكيد اذا مو مشترك بالقناه شاركنا وشرفنا بالقناه. كما عبيده من قناه تكتوبيا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.